السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي إبداعات تطريز مع مريم. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الموتور الجديد اللي بدلت الماكينة ديالي. إذا ناحية القديم اللي كان فيها يعني الدورجين ديالها هي باش كنت خديتها. هذا موديل هاد عفوا هاد الموتور هذا فيه واحد الميزة زوينة انه ما فيش صداع. دابا هو راه خدام ديك التعنعينة اللي كانت تكون في الماطر يعني ما كاينش نهائيا. وفيه واحد هادي التحكم على السرعه. دار كما كتشوفوا انا راه خدامه هنايا غير ب 1000 ما بين 1600 1700 باش خدامه. هو فيه اكثر دان فيه حتى غادي نشوفوا هنايا فيه دان فيه حتى 4500. انما هاد 4500 راه امبوسيبل تخدم بها الماكينه. اذا انا خدامه ديك يعني السرعه العاديه اللي عندي في الماكينه الاصليه. هذا هو الجهد ديالها ما بين 1700 1600. هذا فيه واحد الميزه زوينه بالنسبه للبنات اللي باغيين يتعلموا يعني اللي باغا تعلم تاخذها الموتور. انا خديته ب 700 درهم باش خديته. غتحيدي يعني كيبقى عندك غير الصداع ديال الماكينه الفوق ما بقاش عندك الصداع ديال الموتور نهائيا. دابا هو راه خدام كما كتشوفوا. غتشوفوا دابا انا غنحط رجلي على السيراتو الصداع ما بقاش يعني من فوق كديريه هنايا عندنا يعني ملي غادي يعني ممكن المبتدئه غتخبي ها انتما كتشوفوا يعني هذه دابا 600 يعني شوفوا يعني سواء ضغطتي على السيراتور مزيان او لا ما ضغطيش يعني هذا هو الجهد ديالها يعني المبتدئه غتعلم منه. يعني المبتدئه الا ما تعلمت في هذا الموتور هذا غتعرف راسها ما عمرها غتعلم لان ما بقاش عندها تقول لا راه ما غنتحكم في الاكسيراتور ولا عندي الموتور مجهد بزاف. سواء ضغطت على الاكسيراتور مزيان او لا خفيت عليه رجليا هذا هو الجهد ديالو. دي نرجع انا للسرعه باش خدامه دابا انايا هي هذه 1600 كما كتشوفوا راني خدامه بها مزيان يعني مهم. ها انتم كتشوفوا دابا راه ما فيه صداع ما فيه حتى حاجه ملي كتحيدي رجليك على الكسيراتور. وفيه واحد الفران رهيب جدا يعني خطير الفران اللي فيه يعني اون فوا كتحيدي رجليك كتوقف ليبرا. وهنا عندنا هاد بي هادي الا بغيتي ليبرا تبقى توقف لك في الفوق ديال التوب ولا بغيتيها تهبط لك هنا في التحت ديال ديالتو. اذا كنتمنى ان المبتدئات يزعموا وياخذوا هذا الموتور. هذا انا خديته على ود الصداع لان ما بقيتش كنستحمل داك الصداع ملي كتحبسي كنبقى تعنعن عليك الماكينه ما بقيتش كنستحمل داك الصداع. اذا ان شاء الله كنرحب دائما كنشكر المشترك كنشكر المتتبعين ديالي اللي دائما كيشجعوني ودائما كيصيفطوا ليا على يعني الا غبت عليهم غير شويه كيبقاو يصيفطوا يقول لي مريم راه حنا راه الصباح تنصبح كندخلوا اليوتيوب كنقلبوا عليك في واش نزلتي جديده ولا ما نزلتي. اذا هاد الوقيته شويه انا كان عندي شي خدمه مزيره ضروري ما بقاش يعني ما غاديش نكون كما غادي نقولوا مجتهده هكا باش نبقى ننزل دائما فيديوهات. وكنرحب بالمشتركات الجديدات وان شاء الله الدروس ديالي ديال التعليميه اللي غادي تجي غتجي من هاد بهاد الطريقه هذا غادي تلقاو التعلم غادي يكون اسهل. اذا تسناو من الجديد واللي مازال ما اشتركت في القناه تشترك في القناه وتضغط على زر اشتراك وما تنساو دائما الدعم ديالكم اللي كتعطيو ليا اللي كتحفزوني باش دائما ننزل لكم الجديد ديالي هكا في مجال التدريس. إذا نلتقى في فيديو آخر إن شاء الله.